نحن الآن متواجدين في أحد مشاريع شركة تركواز العقارية، مشروع سكني استثماري في منطقة هالغلي تابع لبلدية كوتشوكتشوك مجي في وسط اسطنبول الأوروبية، الذي يتميز بسهولة الخدمات كذلك الحياة الرفاهية والهدوء وأيضا إطلالات الجميلة على البحيرة. خليكم ويانا حتى نطلعكم أكثر على تفاصيل هذا المشروع وأهم المميزات اللي يتميز بها. مثل ما حكينا لكم، المشروع يقع في منطقة هالغلي تابع لبلدية كوتشوكتشوك مجي وسط اسطنبول الأوروبية، حيث يبعد 25 دقيقة فقط من التقسيم والفاتح وأقصر، وأيضا من الجهة الأخرى يبعد 25 دقيقة من أسينيوت وبيليك دوزو. وهذا ميزة الموقع المشروع وسط اسطنبول الأوروبية، والذي يكون قادر من خلال الموقع على التحكم بثلاث خطوط رئيسية مثلها E5 والباسن إكسبريس والتيم. مثل ما تعرفون الـ A5 وهو الخط اللي يضم الميتروبوس اللي يربط بين القسم الأوروبي والقسم الآسيوي، أما الخط الباسين إكسبريس وهو اللي يمر من الـ A5 وصولاً إلى المطار الثالث، أما التيم هو الخط اللي يوصل إسطنبول إلى أوروبا وصولاً إلى بلغاريا. وهسه خلينا نشوف المجسم ونشرح لكم أكثر عن تفاصيل المشروع وأهم الخدمات. هسه مثل ما تشوفون هنا المجسم بالكم يحتوي على 4 بنايات، عدد الشقق اللي ب 517 شقة، وأيضا ب 12 محل تجاري، ويتميز يعني بمساحات خضراء 60%، يعني بها جودة إكساء عالية ورائعة جدا، وأيضا وجود خدمات عديدة داخل المشروع مثل حمامات الساونا التركية والبخار ومسابح مغلقة. مثل ما تشوفون هنا مسابح مغلقة نسائية خاصة ومسابح مغلقة رجالية وملاعب كرة قدم وسلة وطائرة، وايضا العديد من الخدمات يعني اللي تحيط به مستشفيات، مدارس عربيه كثيره، وايضا جامعات، حيث ان هذه الخدمات اللي تحيط بهذا المشروع اللي خلته يكون مشروع متميز عن باقي المشاريع الاخرى. شركة تركواز العقارية تسعى دائما لرسم خدمتكم، طبعا يسعدنا الإجابة على كل استفساراتكم حول هذا المشروع والمشاريع الأخرى اللي نقدمها، ولا تنسون تخلوا اللايك على هذا الفيديو ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والتويتر والإنستغرام.